خلينا نخش معاك بقى شويه كده في الصوره العامه دلوقتي للدوري، انت شايف الوضع ازاي؟ مساله الاصابات بشكل او باخر لو تم تاجيلها، ان احنا يعني الاجراء الاعتراضي ان بيتم تاجيل المباريات للفرق اللي عندها اصابات وبعد كده بتلعب مباراتها عادي جدا، وكان وارد وامر طبيعي وكان متوقع ان يحصل ده. شايف المسابقه ازاي في ظل كمان نادي المصري ما احنا بنقول تاجلوا مباراته، احنا عندنا خلاص مثبت ده من قبل، كان في سيناريو موضوع زي ما احنا بنقول اصابات هيبقى فيها لو موجوده هنعمل تاجيل، شايف الصوره ازاي وبعوده الدوري؟ بص يا كابتن، هو يعني في حاجات كتيره قوي اتعملت، يعني احنا كنا دايما بنناشد دايما بعوده النشاط، صحيح حته ان هو يرجع ايا كان، وعارفين وعلى يقين وكل الناس عارفه ان العالم كله بيتعايش خلاص، احنا وانا يمكن انا قلت لك فتره طويله قوي ان انت هتتعايش مع الفيروس اللي موجود، فانت لازم تواقي نفسك كويس قوي ولازم الدنيا تمشي، فمجال لازم يمشي والكوره لازم ترجع تاني والرياضه. لما جينا نرجع نخش في الجزء الفني شويه، حته ان زودوا حته برضو اللجنه الخماسيه، حته ان هو يعمل من 3 تغييرات ل5 تغييرات، انا بقول انها كويسه قوي. ليه؟ يعني عدل شويه من القانون، كنا دايما نقول القانون ده مش استغفر الله رب مش قران، انما في الاول والاخر في مرونه في القانون، فحته ان هو يغير بند من القانون عشان الظروف اللي احنا فيها بسبب حته الفيفا ان هو بلغ بحاجه زي كده الاتحادات كل الاتحادات، فبالتالي بدا ينفذ الحته دي، حته الخمس لاعبين بيبقى عندك متوفرين عندك في حته البدلاء اللي هم ينزلوا، كمان حته ان انت بتستخدم كمان وبتستعد كمان لحته ان عندك ناشئين، يعني انا بقولت دايما الزمالك والاهلي والانتاج والمصري وشفنا الاتحاد فيه لعيبه كتيره ناشئين، يبقى احنا كده كمان دخلنا عنصر كمان اساسي وعنصر مهم جدا ايجابي حته الناشئ، يبقى احنا كده كنا الاول حته الناشئ ما كناش شايفين مش موجود، كنا فين وفين فين ابن النادي زي ما كنا بنقول الكلام من ده، ما كانتش موجوده. النهارده مع الفيروس اللي احنا فيه والوضع اللي احنا فيه واللعيبه اللي بيجي لها اصابه عضليه او اصابه ايا كان عضليه او بسبب الفيروس، فهو في الاول والاخر فانت لازم تعتمد على الله ثم الناشئين، ودي لقيناها موجوده يمكن في نادي الزمالك بالاخص لما رجع على بدايه عوده النشاط يوم 6 لما لعب مع المصري، حته ان لازم يكون هيحصل فيها في امراض او في فيروس هيحصل للعيبه طبيعي، ممكن يحصل طبيعي جدا، بس اللي انا بقوله ان ازاي يبقى انا بعمل مسحه قبل مباراه الزمالك وبعد مباراه الزمالك بعمل مسحه الثانيه وبلاقي فيه حد عنده مشكله او العدد اللي زاد بالنسبه للاعيبه المصري والكابتن طارق العاشري شفاهم الله يعني. طيب.